السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاكم مقطع جديد من قناة مجيد كيو. أخباركم طيبين إن شاء الله بخير. جاكم مقطع تنزيل باكجات، تنزيل تفتيح باكجات. تمام، صراحة أنا جربتها في فتحت. تمام، نبدأ برجع لكم السؤال، خلينا نبدأ بالتفتيح أول فتحة وإن شاء الله تكون كويسة. تمام، كل شيء كويس إلا الصناديق كانت عادية. تمام، حلو أتاك، حلو بير سبير. الله، عرف اني ابيه اصلا. زي ما قلت لكم عجبني صراحه بير سبير، وعجبني في حسابي اللي فيه جواهر اللي دائما انزل وانا افتح، وشفت يعني وانا العب شخصيات اوجهها وشخصيات معي بير سبيرو، فعجبني الوضع فقلت خليني اجمع 400 جوهره ثم نفتح عليه. وكمان في نصيحه انك تتاخر في تفتيح الباكج وبيصير الحظ افضل. تمام، شوف الفتح الثاني، حلو صناديق ذهبيه. كم حلو علم ذهبي 27، حلو جولد بول، اكيد بيجين شخصيه حلوه ان شاء الله تخيل بيرس بيرو، والله الحظ بيكون اسطوري صراحه. تمام، نقول بسم الله. حلو، ما وين الحلو في الموضوع. تمام، الله الله الله، بيرس بيرو يا اخي تعبني صراحة. تخيلوا أمكسب 400 جوهرة، والله شيء أسطوري بيكون. تمام، حلو حلو، صار 70. تمام، نفتح الحين فتح الثالثة. تخيلوا فتحتين صار عندي بيرسبيرو 70. إيه صح. شيء ثاني، أنا من النوع وأنا أقول لكم من الأفضل إنك تجمع جواهر زي ما أنا جمعت 400 جوهرة ثم تفتح، مو تروح تفتح على خمس جواهر كذا، أنت تتعب نفسيا. حتى لو جمعت 50 ثم فتحت كذا أنت تطفش. حلو، فتحتين ما فيها شيء. يلا حلو، الحين الفتحة الخامسة. اي كمان انا افضل انك تفتح ورا بعض، لا تطلع وتدخل. حلو، 32 صناديق ذا، كل شيء حلو. جولد بول اكيد بيصير ذا بيرسبيرو 3 مرات. تخيلوا واحد. المهم يا شباب، ولا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة، اذا مو مشترك اشترك الحين واضغط زر اللايك، ترى ما بيخسر شيء. حلو، ديفندر دفاع، يا رب يا رب شيء حلو. لوفن غشيم وش. حلو، بنزل لكم مقطع ان شاء الله بي. الحين ما ادري كم صار، بس هو عندي من اول. حلو، رانر. ماركو، يا سلام ماركو، بالرغم اني ما عرفت العب فيه، اواجه ناس فيه يلعبون. اخيرا اذبحه اخيرا، بس اذا حلو ماركو مره ثانيه. لا، وسب وسب، شو سب الرانر بالنسبه لي افضل من ماركو بالنسبه لي. وشخصية كنت أبيها من زمان. حلو، 3 شخصيات في باكج واحد، إيش القوة هذه؟ والله شيء قوي صراحة. تمام، نكمل نفتح لعل وعسى يطلع لي بيرسبيرو. 3 شخصيات هذه لو كانت بيرسبيرو كنت راضي. حلو، 14 الحظ ماشي. قاعد على ذهبي، إن شاء الله إن شاء الله يكون في شيء. إذا صار في شيء راح الحين جمع جوار راح أفتح. حلو، رنر مين؟ سنيكمان. حلو حلو، راح افتح. تمام، سنيكمان. اي شباب، وبنزل لكم بعد تفتيح الباكج كذا، لا تطلع من المقطع، في اقيام خفيفه لطيفه ان شاء الله ومنوعه كمان ان شاء الله تعجبكم. يعني اقيام خفيفه. تمام، سنيكمان صار كم اتوقع؟ اي 82. حلو، 82 بمكزه عشان الدعم يكون، اذا صار في الدعم اذا كان. حلو حلو. تمام، الفتحة اللي ما ادري كم. حلو، علامة اسود، يا سلام بالحظ قوي. فضل سكيب وسكيب، يلا لا ما عليه خلني اكمل لعله وعسى، لاني مسوي سكيب احسن. تمام، هنا الفتحة الاخيرة قلت اسويها ولا ما اسويها، قلت يا الله خلنا نسوي لعله وعسى. حلو، ها الحظ ذهبي، يا سلام. 32 علم ذهبي، جولد بول ذهبي. شف بيرسبيرو، شف الحين الله، توني ما خلص كلامي الا وطلع. تامل كم الحين صار؟ 80 صح؟ 80 اي 80، طلع لي مرتين وهذه الثالث 80. حلو، من بيطلع لي شخصيه ثانيه؟ مين اكيد بيطلع لي شخصيه ثانيه، لان بيرسبيرو جاء في البدايه، فان شاء الله في النهايه في شخصيه. حلو، ديفندر، تخيلوا لوفي انغشيما بيصير كم. حلو، لا فوجي تارو، ما شخصية ثقيلة، شخصية تتعبك صراحة. والحين نكمل ان شاء الله ان شاء الله. تمام، لا تطلع من المقطع.
صار 8 بيرس بيرو الوحش. فيها جيم خفيفة لطيفة. لا كمل واشترك في القناة وحط لايك. روح للجيم. أول جيم نلعب فيه بلو في الإكستريم. طبعا صار عندي ماكس من زمان ناوي أنزل عنه، بس بنزل جيم واحد بس عن لوفي الإكستريم. فأنا حاولت أنوع في الشخصيات، حيكون ماب ثاني زي كذا فحيكون أفضل. هي طبعا هربت من اللحية من الزلزال تبعه. تمام ونشوف فينا أعطيتهم شو اسمه كذا بس يعلها يعني راحت، بس حلو رجعت شو اسم اللحية. وكمان لاج مو لاج المدري كيف هنا تم النتف، يعني نتفت السكيل والله معلش. يعني إذا تشوفني الحين تعرف يعني مشهور زي كذا، إذا تشوف الحين فأنا آسف. المهم نجي نكمل لعب. شفت أنا هنا قلت خلني أروح هنا وش أشوف إيزو قاعد يضرب هنا. شفت الاثنين شوف الله على طول كذا نهيتهم الاثنين هم. تمام جيت ساعدت الاخ روجر انا وكايدو هنا اشوف الوضع ايش اسوي وين اروح. المهم شباب الشيء الثاني اذا عجبتكم يعني مقاطع زي كذا انوه زي كذا فعلموني. هنا طبعا لعلي جبت العيد، وهو اصلا غبي صراحه لوفي اللي ضدي غبي. المفروض يوم انا سويت شو اسمه هذه السكيل المفروض هو يوم سوى هو دوج علي يكمل علي، بس انها هرب. حلو المهم هنا شفت رايلي خلاص راح. المهم الجيم ذا صراحة اسطوري. انا رحت هنا شوي استخبى ليش عشان السكلات وزي كذا لين تنشحن سكلاتي. تمام هنا شفت اللحية كل شوي سكل ما على طول استلمته، ما في الا صراحة لوفي حتى لو صار فيه مضاد لوفي يبقى اسطور. شوفها في لاق كذا ما تتاخر بس يلا وافي نكمل نلعب. نزلت بدوفي. تمام زي ما قلت لكم لوفي صراحه افضل لاعب في باونتي. كيفكم تتفقون ولا ما تتفقون وش المهم تصدقون ولا المهم ذبحت اللحيه. هنا على طول اعطيت السكيل للاخ نسيت اسمه، جيت خليت العالم عشان اخذ نقاط تعرفون يعني ما شفت رنر يعني عشان اخلي العالم له. هنا ما ادري شو جاني الزلزال تبع لوفي وما احس بلاقه وشي زي كذا. المهم جيت شفت راي اللي هنا جاي علم شو اسمه علم دي، قلت له اروح له طابل فيني. شفت هنا شفت راي اللي خوينا راح من عنده فقلت خلاص اكيد هو بيروح ياخذ العلم. هنا شفته تمام سويت عليه السكيل صقعته صقعة خفيفة يعني مو ذاك الزود دمشته. علم هنا فقع فقلت بيسوي علي دوج زي كذا، فقلت يلا ما عليه خلنا نروح نذبح قبل يخلص الوقت. هنا شفته على طول حددت عليه على طول ذبحته. علم هنا قاعد اشوف ايش يسوي وانا اروح عشان يخلص الوقت. فالمهم فزنا نشوف ايش سوينا. لان 6368 نقطة هي الام في بي عندي تعرفون يعني لوفي الاكستريم. تمام نشوف كم كلات. حلو 9 كلات علم واحد حلو. المهم نروح الجيم اللي بعده. تمام والجيم الثالث بيرو خليته المقطع الثالث. تمام نبدا الجيم. يا اخي النت هنا طبعا سيء جدا، هو مره حلو بتشوف يعني بتشوفون دوج وزي كذا، بس يعني ما نقدر نسوي شيء. المهم جيت هنا شفت زورو سوى الدوج. صراحة الدوج خفت انا منه، شفت فجأة كذا هذه الخضرة حقة تجيني. هنا جيت حولت يعني حاولت سبق له، وهنا يعني تعرفون شوفوا اصلا اذا غلطت في البداية ستنجح في النهاية، هذا مثل من مجيد. المهم انتظر بيرس بيرو طبعا في البداية فعادي تنتظر، لكن اذا باقي دقيقة فالأفضل انك تلعب باي شخصية افضل. المهم رجعنا يعني الاحتراف زي كذا. طبعا هنا شفت زورو على طول يعني صراحة يعني حقت تعلمه كنت على استغفر الله العظيم، ما ادري هاي نتفة او يعني تفت السكيل او لا، بس المهم اني خذت السكيل الكل. هنا شفت الاخ قاعد يسوي السكيل، شوف اللاق اصلا بس برضو ذبحته. المهم اني ذبحته. تمام
جيت هنا قلت بشوف الوضع، دافع عن العلم وين اروح ونجي. شفت خوي قاعد ياخذ العلم اللي هو روجر، تمام. هنا شفت الاخ غدرني، شوف كذا اعطاني ظهره على اساس بيسوي السكيل، وانا صدقته مسكين تعرفون. هنا انا احاول اقرب منه عشان يعني يسوي السكيل اللي يدور، بس المهم هنا قاعد الحقه ويبي يعني ما ادري كيف. المهم هنا طابل فيني صراحه، هو طابل فيني، ثم هنا على طول جمعنا عليه، بس روجر راح فيها. المهم اعطيته السكيل بريسبير، اعطيت واحد السكيل خلاص اضمن انك يعني ذبحت الشخصيه. هذا الدوج ترى الدوج مو صدفه. المهم هنا اعطيته كم ثلاثة اتاك، ثم اعطيته السكيل عشان يموت وذبحته. المهم شوف الدمج، يعني صراحة الدمج حلو، دمجني كم 1% ودمج كايدو 1% او دمجني انا واحد ما ادري. المهم دمجني شيء خفيف. هنا المهم جيت كذا بسوي ذيب عشان بيرسبيرو معهم، قلت بجي من ورا ثم اعطيهم السكيل، عرفت شلون؟ شوف السكيل شلون صار. يلا بالي. المهم هنا استغربت ما شاء الله كايدو استحمل يعني الضربات زي كذا. المهم سويت دوج بس ما انحسبت، قلت يلا خلني اسوي، ما دام انا اسوي السكيل هو خلني اسويه انا. المهم شفت الوضع كذا، قلت هنا غلطت سويت الاتاك، فانا خفت قلت لي الحين اسوي دوج واروح فيها انا. المهم جيت سويت السكيل على رايلي، ذبحتهم الاثنين كذا فجاه، انذبحوا الاثنين، مو ذبحت واحد والاخ واحد. والمهم هنا برضو روجر ذبح ذبح. المهم اخر 5 ثواني شباب، بقول لكم مرة ثالثة، ما ادري كم الخامس، اذا انت مو مشترك بالقناة اشترك، لا تنسى اللايك، ترى اللايك مرة يدعمني، واذا في تعليق بيصير احسن واحسن. المهم 6 كلات حلوة. وهنا المقطع الثالث الرابع اقصد بكايدو، من زمان ابي انزل عنه بس قلت بنزل جيم واحد، طبعا عندي كايدو ماكس. هنا لعبنا اصلا 2 كايدو، فالوضع ما ادري كيف. هنا حاول اسوي دوج بس ما زبطت، انا انتظر بس يسوي السكيل دي حق الحمم عشان يعني كم يعني اتاك ويروح الدفاع تبعه. هنا سويت السكيل عشان يروح الدفاع بس كويس راح، شلون تصيرون تكيها بكايدو. تمام هنا على طول اعطيته السكيل ومات. طبعا كايدو من الشخصيات اللي صراحة الدفاع اللي هي تستمتع فيها. هنا روجر ما قصر والله، على طول عطاه يعني. هنا قلت خلاص يلا بجمع دفاع زود، فانا اصلا خلاص يعني عالم ديلي توني كنت فيه عبيته كامل. فجاه شو اسمه كايدو يساعدني، هو سوى السكيل. تمام هنا على طول انا تحمست سويت السكيل، المفروض اني ما اسويه يعني، بس قلت لا خليني بسويه، تحمست. هنا جيت على طول بساعد روجر، تمام اشوف شو اسوي. هنا شفت انا رايلي بيروح على طول بيسوي احتلال خلفي، اذا راح سوى احتلال خلفي احنا كذا بنضيع. تمام هنا المهم هنا شفت كاين وقاعد يعني كان بيتواجه وياه، بس قلت خلاص خلني انا افضل. هنا لخمت وين رايلي، وفجأة هنا هنا شوف 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 شو شلون تعمدتها على طول، اثنين يعني ضربتين في واحدة، فهمت شلون؟ المهم ان انتبه على طول للاخ رايلي. هنا قاعد انتظر يعني احنا الجيم كنا مسيطرين مرة، فكايدو من الشخصيات اللي تستمتع فيها صراحة، مو زي الشخصيات الباقي الدفاع يعني وانت تلعب فيها دايم تمل، فهمت شلون؟ هنا انتظر اصلا روجر يسوي، روجر اقصد لوفي يسوي السكيل عشان يعني يسوي دوج او يسوي ذا السكيل عشان المهم نعطيه السكيل على اخوه. المهم هنا على طول انذبح من شو اسمه روجر، انذبح. المهم هنا فجأة شو انذبحت، يعني الروج كان تقريبا شبه حقي ربع يعني، ف يعني ضمنت. هنا شوف قلت ها 3 اعلام بياخذوها وحنا بنروح فيها، بس شوف روجر يوم يروح يساعد لوفي كان غلطان. ليش؟ لو راح اخذ العلم اللي الحين قاعد ياخذه روجر خويهم كان افضل. هنا شفتهم قلت خلني بروح بدل ما اروح العلم سي اروح لهنا عشان اساعدهم. هنا جاني التيم بوست فقلت خلاص ما يحتاج اني اعطيه السكيل. تمام هنا هو سوى نص دوج فما انحسبت، فانا انتظرت لين ما يخلص
ايش اسمه الدرع تبعه وخلاص واذبح، عرفت شلون؟ المهم خلاص هنا كم 4-0. فالمهم بنزل لكم كذا بعد المقطع مقطع صغير بكايد، وفزنا مو فزنا كذا، بحرق لكم مقطع صغير بس، عرفت شلون؟ هنا ابو داهم ما قصر. المهم نشوف كم خذينا، كم كلات؟ 4 كلات وعلى واحد كويس. المهم اوديكم المقطع الاخير. طبعا هنا نسيت اصور، استوعبت يعني من بدري. فهنا شوفوا شو اسمه جيمبي كذا مسوي انه ما حد شايفه، وهو واضح تراك واضح. المهم هنا قاعد اشوف قاعد اعبي العلم، تمام شفت قاعد ياخذ العلم. هنا انا فجأة اشوف على طول اخذ العلم، استغربت فاظن انه عشان ياماتو كان معه. المهم هنا اعطيته فجيت خذيت العلم، تمام هنا على طول اعطيته دوج، فاستوعبتها صراحة، مو انا ما شفت انه بيسوي يعني بيضرب، بس استوعبت انه بيسوي دوج. هنا شفت ياماتو قلت خليني اعطيها السكيل، يعني لا تاخذ يعني شو اسمه اعطيها السكيل ولا تاخذ العلم يكون افضل، يعني انا باخذ العلم. المهم هنا صرنا 5-0 كذا فجأة، كيف فجأة 5-0؟ هنا شفت ياماتو قلت خليني اساعد رايلي احسب السكيل راح منه، شفت شلون قصير مرة. المهم هنا نهاية المقطع، واذا عجبتكم كذا المقطع يكون زي كذا اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله يعجبكم، تنسون اللايك وانتظرونا في مقطع جديد. مع الله.